إذا كان طولوا عليكم لا لا. ها؟ نعم. كاين اللي يتبع كاين. إذا كان أخذوا صفحة ناخذوا، وإذا كان أخذوا بالصورة أنا في ظني بالصورة. متفقين؟ بالصورة معليش. هاي صح. نبدأ. نكملوا المزمل اليوم ونكملوا نزيدوا مع المدثر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا المجلس 97، السادس والتسعون من مجالس القراءة في مختصر تفسير القرآن الكريم من تصنيف جماعة من علماء التفسير المعاصرين وبإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية. انتهينا عند سورة المزمل أي في آخرها، قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية، أي إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما أو ساعاتهما، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر، علم أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يصافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون في الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل، فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم أجر ثوابا، واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ففيه الإشارة في الآية إلى اطلاع الله جل وعلا على حال الناس جميعا، وذا من ذلك حالا على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تارة يقوم من الليل ثلثه، وتارة يقوم من الليل نصفه، وتارة يقوم من الليل ثلثيه، وكذلك طائفا من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يقومون مثل ذلك، والله جل وعلا يقدر الليل أي يحصيه، ويقدر أيضا أي يضيقه ويزيده، والليل كذلك، والليل كذلك كما قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا، فهذا يطلب ذاك، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، وهذا يزيد ذاك ينقص وهذا ينقص وذاك يزيد، والله يقدر يحصي ساعات الليل منها. وأيضا فيه معنى التضييق، أحيانا الضيق الليل يكون ضيقا وأحيانا يكون الليل طويلا، مثل الأيام يطول فيها الليل النهار ولا لا؟ الليل المغرب يبدأ كم؟ 6:36 26 تقريبا و 26 طيب، والفجر 6 ومثله أيضا 25 تقريبا ونص، ها 5:30، ها فإذا إذا حسبت من 26 ها 5:30 كم من ساعة؟ قريب من 12 ساعة، ها قريب 11 ساعة، طيب صارت 11 ساعة، صارت ساعات النهار كم؟ أزيد قريبة 12 وشيء أزيد، لكن الليل كله 12، وقد يزيد لا يزال يزيد، يصير المغرب 6:25 والفجر تقريبا 6:30 ولا 7:25، فيزيد الليل على النهار وهكذا، والله يقدر الليل النهار. ثم ذكر علمه سبحانه بعباده وأنه لن تحصوه، ها لن لا تقدروا على إحصاء وضبط ساعاته ساعات الليل، ولن تقدروا على قيامه كله وإطالة فيه، لكن يقرأ الإنسان ما تيسر،
هذا فيه ما يدل على الحض والحث والترغيب على قراءة الليل سواء صلاة أو قراءة. وذكر علمه جل وعلا بأنواع وأصناف وأجناس العباد، فمنهم مرضى أصابهم المرض وأجهدهم، ومنهم من يضرب في الأرض لابتغاء رزق الله، وهذا جائز، الضرب في الأرض والسفر لابتغاء وطلب الرزق جائز، وهناك من يقاتل لرفع كلمة الله جل وعلا، وكل له أجره وثوابه. قال جل وعلا، نعم، وما تقدموا لأنفسكم من خير. شوف، ما شرطية، اسم موصول تدل على العموم، قوله من خير، ما تقدموا لأنفسكم خيرا، هذا التقدير جاء بالمن، من خير، هذه الصلة لتوكيد والتنصيص على العموم، أي خير تفعله تجده عند الله، ما فعلت من خير فإن ثوابه تجده عند الله، قل أو كثر بل تجده خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، وهذا فيه الإشارة إلى أن ما يفعله الإنسان من الخيرات والطاعات ليقيده ويختمه بالاستغفار. قال جل وعلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفر، وإذا توضأت قلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، وإذا أتممت الصلاة قلت استغفر الله استغفر الله، وفي الصيام وليكبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هذا، وفي الحج فإذا قمتم منسككم فاذكروا الله عند كذكركم آباءكم وأشهد الذكرى، فمن الناس من يقول آية، وإذا أفضتم من عرفات في استغفروا الله أيضا في الحج الاستغفار. ها؟ ها؟ الحج أشهر معلومات، فما فرض فينا الحج وفي الرافضة والفسق والزيادة الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير زاد فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تفعلوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا كما هداكم كنتم قبلين من الظالمين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله واستغفروا الله أيضا في الحج، وهكذا. وهنا فيه الإشارة إلى هذا الحكم العام. ها؟ أي نعم، فماته فيه يعني في أواخره، هنا قال واستغفر الله، فما من عبادة إلا وتقرينها بالاستغفار، تعترف بماذا؟ بتقصيرك في أدائها. قال سورة المدثر مكية، نزلت قبل الهجرة، وهي من أوائل ما نزل، وقد اختلف العلماء أول ما نزل القرآن الكريم، فهناك طائفة يقولون سورة المدثر، وهذا جاء صريحا في حديث جابر، وقيل له إنهم يقولون اقرأ باسم ربك، قال هذا الذي أحدثك الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود جمعا بين هذه الأحاديث أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل بعد فترة الوحي، أليس قال ثم فتر الوحي الحديث الذي في بداية نزول، ها؟ قال اسمع، قالت عائشة اسمع ما يقول من أخيك، فقص عليه، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا إذ أيخرجك قوم لا أنصرك نصر مؤزرا، قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ثم لم ينشب المات ورقة النفل، وفتر الوحي يعني توقف، وهذا مدة ثم نزل، فكان من أول ما نزل بعد فترة الوحي ماذا؟ سورة المدثر. من مقاصد السورة الأمر بالنهوض للدعوة وتوعد المكذبين بها. مش عندك؟ أين؟ فيتدور بين هذين الأمرين، الاجتهاد في الدعوة إلى الله، وتوعد من كذب بها. أنا أقول في الاجتهاد في الدعوة إلى الله يتضمن الاجتهاد في ماذا؟ في حمل هذه الدعوة، أي في طلب العلم وتحصيله، حتى تكون قائما بالدعوة، وإن كان كل مؤمن يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو شيء، حفظت فهمت
وعلمت حكما تبلغه، بلغ عني ولو آية. فما دام السورة في الحض على الدعوة، إذن في ضمنها الحض على التعلم وعلى العلم، فإن الدعاة إلى الله من هم؟ هم العلماء. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال أهل الدعاة إلى العلماء هم الدعاة إلى الله، وإن كان دونهم كذلك، لكن لا بد من العلم. التفسير: يا أيها المدثر، أي يا أيها المتغشي بثيابه، المدثر تدثر بالثياب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر أي انهض وخوف من عذاب الله، وربك فكبر أي عظم ربك، وثيابك فطهر أي طهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات، والرجز وقل أو الرجز فاهجر أي وابتعد عن عبادة الأوثان والمنكرات من الأشياء أيضا والأعمال والأقوال، ولا تمنن تستكثر أي ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح، ولا تمنن تستكثر إذا وصلت، وتستكثر عند الوقف، وقل يا فقه شاذ الحسن البصري، ولا تمنن تستكثر ربك فاصبر، من باب المناسق. إذن لا تمنن، لا تمنن على الله، تقول أنا صمت وأنا فعلت، حديت 60 حج واعتمرت كذا وصمت كذا من رمضان وأصلي وأفعل، لا تمنن تستكثر على ربك بأن تستكثر عملك صالح، ولا تمنن تستكثر. استدل بعض الفقهاء في هذه الآية بماذا؟ بعدم جواز هبة الثواب، الهبة التي يترتب عليها الثواب، الهبة بدون عوض. لكن هل تجوز هبة الثواب؟ يسمونها هبة الثواب، ما هي؟ أن يهب ينتظر الأكثر. قالوا هذه لا تجوز، وقيل هذا ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، المنع في حق النبي عليه الصلاة والسلام. استدل بعض الفقهاء بهذه الآية: ولا تمنن تستكثر. قالوا لكن إذا فعلها المحتاج لا بأس، فقير يهدي هدية ويهب لغني ثري، يريد أن يهب إذا رده هبة رد أكثر منها وزاده. ولربك فاصبر أي واصبر لله لما تلقيه من الأذى، فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية، ما هو الناقور؟ الصور، وهو القرن. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات. الصور هو يعني قرن ينفخ فيه، من ينفخ فيه؟ إسرافيل، كما وقع إجماع أهل العلم ذلك. فإذا نقر في النقر أي نفخ في القرن النفخة الثانية، فذلك يومئذ يوم يسير، أي فذلك اليوم يوم شديد، على الكافرين غير يسير، على الكافرين برسله غير سهل. هذا فيه شيء عظيم. فذلك يومئذ يوم عسير، اليوم عسير، على الكافرين غير يسير. إذا العسير هو غير اليسير ولا لا؟ هذا فيه تكرار، الأول وصف لليوم، والثاني وصف على حال أهل الكفر، ففيه ماذا؟ إشارة إلى أن الأمر في حق أهل الإيمان على خلاف، وإن كان قد يكون فيه الهاول ولا، لكن ليس حالهم كحال أهل الكفر، لأنه يعني يطمئنون وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه وظاهره نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما في الآية. فإذا ليس فيه تكرار، فاليوم عسير، هول عظيم، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا عسير. والكافرون حال الكافرين يوم ليس عليهم بيسير، على الكافرين يعني إشارة إلى أن الإيمان الأمر فيه أخف. ظلني ومن خلقت وحيدا، اتركني ايها الرسول ومن خلقت وحيدا في بطن امه دون مال ولد. المقصود هنا الوليد بن المغيرة الذي جاء يعني يتعالى، وانه له اموال له اولاد وله كذا وانه اذا بعث يكون له يعني ما اعطاه الله من خيرات، وما لا يزال يعاني الاستكبار عياذا بالله. فاتركني
وما الخلقت وحيدا في بطن أمه دون مال وليد. هذا الوليد المغيرة ومثله غيره إذا كان على حاله. وجعلت له مالا ممدودا أي وجعلت له مالا كثيرا، وبنين شهودا أي وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسبب لكثرة ماله. فيعني أعطاه شيء العظيم لخير من الخير. ومهدت له تمهيدا أي وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا. ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله. فإذا أنعم الله على العبد بالخيرات وجب أن يشكر وليعرف نعمة الله عليه. كلا أبدا لا، كلا إنه كان لآياتنا. ثم يطمع أن أزيد، كلا أي لا، ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها. سأرهقه صعودا أي سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها. إنه فكر وقدر، إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن إبطاله وقدر ذلك في نفسه. لما قيل له فقال القول شاعر، قول كاهن، قول ساحر، قول شاعر مجنون، صار يقلب ولم يجد، لأنه قال لقومه أعرف السحرة والكهنة والشعرة والشعراء وما هو، لكن أدور دور دور قال هو قول شاحن أو نعم أو قول شاحن نعم. من فوائد الآيات المشقة تجلب التيسير، ها فقرأ ما تيسر، ودي قاعدة شرعية، المشقة تجلب التيسير. ثانيا وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن، وثيابك فطهر قلبك من الأمراض شبهات وشهوات والثياب أيضا. ثالثا الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكراما. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر أي فرعنا أعذب كيف قدر ثم قتل كيف قدر. قتل يطلق على اللعن وعلى العذاب. نعم ثم لعنا وعذب كيف قدر. قالوا تعالى ثم نظر تقدير إيه؟ مراجعة الذهن والفكر ليقول في النبي صلى الله عليه وسلم قوله في أنه كان معتبرا عند العرب. نعم ثم نظر أي ثم أعاد النظر وتروي فيما يقول. قالوا تعالى ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر أي ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعم به في القرآن ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي فقال ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله بل هو سحر يرويه عن غيره. قالوا تعالى إن هذا إلا قول البشر أي ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس. قالوا تعالى سأصلي سحر هذا كلام والقرآن كلام الله، كلام الله وليس كلام البشر، فمن قال هو كلام البشر فقد كفر ووعده الله سقر. قال كما قال سأصليه سقر وما ذاك ما سقر، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود بغير كيف. ها ومن قال هو كلام البشر فقد كفر وسيصلى سقر. قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. نعم قالوا تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر أي سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار وهي سقر يقاسي حظها. نعم. وما أعلمك يا محمد ما سقر. هذا تعظيم. وما أدراك. قال ابن عيينة في التفسير إذا قال ما أدراك فشيء لا يدرى وما يدريك فشيء يعلم. إنا نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الحاقة ما الحق وما أدراك ما الحق وما أدراك ما سقر. قال أما يدريك هذا كأنه من الاستقراء شيء يعلم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم هذا يسمى من استقراءات القرآن، تسمى الكليات في علوم القرآن، يسمونها الكليات، كليات القرآن موجودة عند العلماء في كتبهم المتقدمة يذكرونها استطرادا في التفسير وغيره. بعضهم يؤلف الآن
فيه الكتاب ألفه أحدهم كليات القرآن، وهذه كليات باعتبارات كثيرة، قد تكون كليات باعتبار ماذا؟ من باب ضبط الحفظ، فتقول كل ما جاء فيه مثلا كما ذكرنا ذكر المغفرة ثم العذاب، يختتم به والله غفور رحيم. إذا قدم العذاب على المغفرة الله على كل شيء قدير، إلا موضع واحد في سورة البقرة مثلا، وكل ما كان كذا مثلا كلا في النصف الثاني، طيب سورة يوسف، هاي سورة يوسف، ولما فلما ولما فلما، والله لا ما كان قبل قصة السرقة ولما إلا موضع واحد، ما بعد السرقة فلما إلا موضع واحد، كليات هذه. وتأتي كليات بمعنى كل ما جاء بلفظ الصلاة فهو كذا إلا موضع، كل ما جاء، هذا يسمى الكليات. في أحدهم نظم نظما في ذلك. نعم. قالوا تعالى لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه، ولا تتركه ثم يعود كما كان ثم تأتي عليه، وهكذا دواليك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. قوله تعالى لواحة للبشر، أي شديد الإحراق والتغيير للجلود. قوله تعالى عليها 19، أي عليها 19 ملكا وهم خزنتها. قوله تعالى بعضهم أخذ 19 هذا ورتب عليه إعجاز العدد في القرآن، وهذا أحيانا يعني فيه شيء من رجم الغيب وشيء من الدعاوى التي لا دليل عليه. فبسم الله الرحمن الرحيم قالوا 19 حرفا، عليها 19، نزل من المدثر أول ما نزل 19 آية، وهكذا فيرتب عليه بعض الإعجاز، هذا محل نظر، وإنما الإعجاز العددي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم لا بد أن ينبني على أصول صحيحة. قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الآية أي وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم، وما جعلنا عددهم هذا وقد كذب أبو جهل، لا عندي وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة إلا ملائكة فلا طاقة لبشر بهم، وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار، وما جعلنا عدتهم هذا إلا اختبارا. هذه ما عندكم؟ ها؟ هذه زايدة في الطبقة القديمة. اقرأ، عاود اقرأ. وما جعلنا خزنة، وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم، وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب، وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم، وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به، يضل الله من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه، وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه. أي نعم، هذا العدد ما جعله الله تبارك وتعالى إلا فتنة لهؤلاء كما قال اختبار، فأهل الكفر يقولون ماذا أراد بهذا فيضاعف لهم العذاب، اليهود يتيقنون الذين أعطوا التوراة، والنصارى أيضا حينها ينزل القرآن مصدقا لما فيه عندهم من الكتب، أهل الإيمان يزدادون إيمانا لأنه ماذا الذي نزل حق وهو عند أهل الكتب السابقة، فلا يرتاب عند ذلك لا اليهود ولا النصارى ولا المؤمنون. أما أهل التردد في الإيمان وأهل الكفر هذا الذي يقع عندهم التردد والريب في العدد، ومثل هذا مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وجنود الله تعالى لا يعلمها أحد إلا الله. أعد، وما يعلم جنود ربك من كثرة إلا هو سبحانه فليعلم، في آخر السطر.
قال يغل بين يديه وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه. إذن هذا في الموضعين ذكر أبي جهل يحذف. هنا قال فليعلم بذلك أبو جهل قائل أما محمد أما لمحمد أعوان إلا 19 استخفافا وتكذيبا، هذا أيضا حذفت من هذا. نعم، ونظير هذا أيضا في سورة الحج مرة معنا، ها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله حليم حكيم. ليعلم الذين ليجعل ما يلقي الشيطان في قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قوله تعالى كلا والقمر، أي ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها، أقسم الله بالقمر. قوله تعالى والليل إذ أدبر، وأقسم بالليل حين ولى. قوله تعالى والصبح إذا أسفر، أي أقسم بالصبح إذا أضاء. قوله تعالى إنها لإحدى الكبر، أي إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة. قوله تعالى نذيرا للبشر، أي هنا قال والليل إذ أدبر، هذا الموضع في القسم بالليل حين ولى، لكن أكثر المواضع في القرآن إذا أقبل. نعم، وصل. قالوا تعالى نذيرا للبشر، أي ترهيبا وتخويفا للناس. قالوا تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة، فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك. قوله تعالى إلا أصحاب اليمين، أي إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح. قوله تعالى في جنات يتساءلون، أي وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا. قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم. قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، أي فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا. قوله تعالى ولم، وهي نذير وتخويف لكل البشر، فالناس من تقدم ومن تأخر هذا يرجع إلى ما يقدمه لنفسه، وكل نفس مرتهنة يوم القيامة ومحاسبة بما عملته، كل نفس بما كسبت متؤاخذ بعملها. فعندك أصحاب اليمين في هذه الخيرات وأصحاب الكفر والشمال في هذا العذاب عياذا بالله تعالى. وفي الآية ما يدل على عظمة الصلاة وأن تاركها متوعد بالنار، بل استدل به العلماء على كفره. نعم، من فوائد الآية أولا خطورة الكبر حيث صرف الوليد ابن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق. أي نعم، كما قال جل وعلا في الآية أن في الآية سورة الأنعام أن يعني ما يدل على أن مما يصرف به الإنسان الحق الاستكبار، الاستكبار. نعم، نقرأ. فالكبر والاستكبار سبب للصرف عن الحق. نعم. ثانيا مسؤولية الإنسان عن أماله في الدنيا والآخرة. نعم. ثالثا عدم إطعام المحتاجين سبب من أسباب دخول النار. نعم، وكذلك ترك الصلاة. وصل. قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين. فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن سبحان الله الآية صوت الأنعام فتحت فجيت فيها ما شاء الله.
إذ الظالمون في غمرة موتهم الملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالاستكبار سبب للصرف عن الحق. اقرأ. فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع. هؤلاء لا يرضى عنهم، لا الشافع ولا المشفوع، فلا تقبل. نعم. أو المشفوع لهم، المشفوع لهم، المشفوع لهم لا تقبل شفاعتهم، لا ليس مرضيا عنهم. قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضا، أي ثم أيضا هؤلاء الصلحاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. أي شيء جعل جعل لهم، وإنما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني رد عليهم الذين يزعمون أنه سيشفع لهم. الملائكة والصلحاء والأتقياء والأنبياء لا يشفعون لهؤلاء. الله تعالى قال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن؟ ما لهم لماذا أعرضوا؟ ما الذي جعلهم يعرضون؟ نعم. قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة، أي كأنهم في إعراضهم ونفورهم، إعراضهم ونفورهم منهم حمر وحش شديدة النفور. الحمر الوحش لما تزجر فتفر وتهرب. نعم. فرت من قصر، أي نفرت من أسد خوف من أسد خوفا منه. القسورة هو الأسد. نعم. من اسماء الأسد. قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدا رسول من الله، وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار. أو ضعف، وليس سبب ذلك قلة إيه؟ قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار. نعم، يعني كل واحد يريد كتابا فيه ذلك، وهذا الإعراض إنما هو بسبب العناد والاستكبار. نعم. قوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة، أي ليس الأمر كذلك، بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم. قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها، أي ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به. قالوا تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا، هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. فهو أهل لذلك سبحانه، أهل أن يتقى، وهو أهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. بارك الله فيك. الأخر درست عن الأربعاء تاني الظهر ذكرت درست الجماعة المساء فيش وقت ديو في المجموعة لوين على كلها مادي ذكر اللي كان قليل من حضر معنا عندنا درس بالأربعاء في شرح ألفية العراقي في الحديث نرجع إليه هذا الأربعاء نرجع إليه اللي كانوا يحضرون من قبل على كل حال يبلغوهم واللي ممكن يحب يلتحق معنا يلتحق معنا احنا في المجلد الاخير على كل بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك